شويكك لما يطلع الطنش شويكك شويكك اللي بتاعك صغير شويكك ليلة ليلة سيدي عمارة سير بسم الله والتوكل على الله صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مهلا مهلا يا الفران عافاك ما تحرق لي يا الحرشان ما تقلاوش الجديده ولا ما الجديده الجديده بغيت شي بوطن ديال راه غادي الدكتوره غادي نديو ليها ان شاء الله غندوقوها من الحرشه ومن الكيكه ان شاء الله. السلام عليكم يا احلى ويا اغلى متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانيه بخير، وكيف ما قالوا مالي المثال خدمه صغري على كبري. الحاجه اللي ما خدمتي عليها ما عمرك غادي تلقاها. اللي كاين السماء لا تمطر دعابة، هذه ديال عمر بن الخطاب. هيا خصني نخدم على القناة ديالي. ايوا برافو عليك. السلام عليكم يا احلى متتبعين العزاز الغاليين، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله الفيديو ديال حفصة بخير وعلى خير ان شاء الله، وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا احلى ناس ويا اغلى ناس، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما قالت حصاء ها هي معاكم غتقد ان شاء الله الحريشه ولا بسبوسه ولا كل واحد واش اش تيقول ليها. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون تعجبكم ونكونوا خفاف ضرب على قلوبكم ان شاء الله. انا وبنتي حصاء اليوم كاينه الكوزينه، اليوم ان شاء الله الكوزينه ان شاء الله، ياك حصاء؟ اه. اش غتقدي؟ غادي نصايب الحرشه اول بسبوسه ان شاء الله. اش غادي تحتاجي في هذه البسبوسه ديالك؟ غادي نحتاج جوج خمارات حمرين، وخماره بيضاء، وواحد الفاني. غادي نحتاج واحد الفاني وجوج خمارات حمرين، وكاس ديال دانون، وكاس ديال الزيت، وواحد البيضه. وغتخلطي سميتو ديالك بالحليب. غتعجني البسبوسه ديالك بالحليب. ان شاء الله ندير ليها هذا الكاس ديال دانو ان شاء الله يا ربي باش تجي زوينه. ان شاء الله. يلا خوي اسمي خوي دانو هنا، خوي دانو تما باش نعطيك شويه ديال سميتو بلاتي ما تخويهش كاع بلاتي، راه غادي نديرو سميتو السميت ديالنا تما نبسبسوه بشويه ديال الزيت، عاد غادي نخويو سميتو الحليب وضامن. غنديرو ثلاثة د الكيسان ونص، غنديرو قرصة ديال الملحة إن شاء الله. شويكك لما يطلع الطنش شويكك شويكك اللي درتك صغير شويكك شوي لربي شوي لعبدو. هاكي خلطي السميدة مع الزيت، هاكي خلطي يلا سيري خلطي. خلطي كل شيء مزيان. الطبق ديالنا دهنا بشوية ديال الزبدة والسميد. يلا حفصة فين وصلتي؟ غادي نخليك هكا
وضموك لبنك. واش بتخوي الحليب هو الاول ولا ضمان هو الاول؟ دفوناها هو هذا. لا يتسناونا غير تنخلطوا الكيكه الحريشه ديالنا ولا بسبوسه وها حنا معكم متتبعين ديالي العزاز الغاليين. ها هي الحريشه ديالنا من بعد ما خلطناها ودابا غادي نردوها الطيب ونخويوها دروكا في المول ان شاء الله ونردوها الطيب. يلا هكا ها يلا هز البن. ليل الليلة سيدي عمارة سير. بسم الله بسم الله والتوكل على الله سير صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. زعمي تشدي البانيو تتبقاي كتشوفي فيه. حيدي يدي حيدي هادي اللي ما تتصنت. عمي الحاج هنا. ايه عطي حصه هنا. فين مشى؟ مشى للسوق. بلاتي بلاتي اللي بقى الدوغه نقدوها باش تشدي تو كلشي. يلا ديري ليها دروك هكا. صافي بارك عليها بارك عليها دروك يا احلى متتبعين. غنى مهلا مهلا يا الفران. عافاك ما تحرق لي الحرشه. غندخلوها دابا ان شاء الله للفران ديالنا الفران ديال الضو ننتظروا الشكل النهائي ان شاء الله. يلا يا احلى متتبعين غنديروا الحريشه ديالنا ان شاء الله في الحرشه او البسبوسه في الفران ننتظروا الشكل النهائي ان شاء الله. يا اغلى ناس ويا اعز الناس كي دايرين لاباس عليكم؟ هانيه بخير ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. حفظكم الله ورعاكم. شكرا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالي ونتمنى تعجبكم. شكرا. نتمنى تعجبكم كما قالت لكم حفصه. هيا الحريشه ديالنا جات على مزيناتها تبارك الله ما شاء الله. نجيب فاشينه نقلبها. ها انتما يا احلى متتبعين جات حريشه على مزينتها ما شاء الله لذيذه. ما قلتش واش لذيذه ولا ما لذيذه. لذيذه غتمشي بوطن ديال راه غادي الدكتوره غادي نديو ليها ان شاء الله غنلوقوها من الحرشه ومن الكيكه ان شاء الله. صافي ها هي الحرشه ديالنا كيف ما وريتكم جات على مزينتها تبارك الله ما شاء الله. وغنقطعوا معكم طريف نشوفوا الحرشه ديالنا كيف جات. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون تعجبكم ان شاء الله. وقبلوا علينا انا وحفصتي. ها هي الحريشه ديالنا كيف جات. جات تبارك الله ما شاء الله على مزينتها. شويه ديال الفرماج وها انت دوزتي الفطور ديالك وبصحتكم واللي شهينا يسمح لينا وحقكم في الجنة إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو ديالنا أنا وبنتي حفصة ونكونوا خفاف ظرف على قلوبكم. وكنهدي لكم هذا الكاس ديال أتاي ها هو وحقكم في الجنة. ولكن كلمة يا حفصة نعطيك الدقيق. الدقيق الحرشة كيف جات؟ ها؟ أه ندوق الحرشة ولكن بيت البيض بيت الخبز البيض.
كيدير بسم الله. شوفي كي جا راه ما كثرتش فيها السكر، درت غير واحد شويه، واحد ثلاثة المعالق ولا أربعة المعالق، هي تسمح حلوة بزاف. غادي ندي لبابا هاد الطرف. باباك ما يقدرش ياكله، باباك ضراتو الضرسة. يا أحلى متتبعين، ما عرفتي متى غادي تشوفوا هاد الفيديو. أبو حفصة مريض وحيد واحد الضرسة، تتصدع وتتصدع ومشى عند الطبيب حيدها، ودارت ليه السخانة والنزيف، وما قدرناش كاع نديرو اللايف ديال اليوم. اليوم ياش اليوم الاربع، حتى الغدا ان شاء الله الخميس الله يجيب ليه الشفاء الا ولا شويه. ها حنا معاكم ونكمل على الله سبحانه وتعالى. كي جاتك الكيكه حفصه الحرشه زوينه لا بصح، ايوا بالصحه والراحه وحقكم في الجنة يا أحلى متتبعين. فيها المذاق ديال البنان. البنان؟ ما درنا فيها لا بنان. الجذب هذا. الجذب؟ يا وز بالصحة والراحة. يلا إلى اللقاء يا أحلى متتبعين. إلى اللقاء وليس وداعا. صرتي بعدا؟ شربيتين عطيتها تاك او تاك. الى اللقاء وليس وداعا، الى اللقاء وليس وداعا، دمتم في رعاية الله وحفظه. جاتين حلو السوس هو هذاك حتى هو. ايوا مزيان بالصحة والراحة. شكرا لكم يا احلى متتبعين، ونتمنى ان شاء الله نكونوا خفاف ضغط على قلوبكم. وشكرا شكرا شكرا، قبلوا علينا كيف ما حنا الله يعين. اريد لي شي بواطه وكنعمر للطبيبه ديالي، واريد لي شي ترموسه ديال اتاي ندير ليها فطورها غدا. تا الغدا نعمروا ليها الترموس باتاي ولا قهوه، ونديو ليها حقها من سميتو من الحرشه. هاد الحريشة والكيكة تنهديوها لكم يا أحلى متتبعين، وبغيت تهديهم حفصة للطبيبة ديالها باش توري ليها واش تتعرف دير شي حاجة ولا والو. وشكرا لكم ودعواتكم مع حفصة باش نتعلم ندير شي حاجة واش آخر، وباش نكون قادرة على راسي واش آخر، باش نكون هاز راسي ما نكونش من ذوي الهمم، ونكون انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. يا والله يجيب لك الشفاء ان شاء الله وجميع المرضى المسلمين يا رب. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. إلى اللقاء وليس وداعا.